مين اقرب لعيب عندنا في الدوري المصري لكريم بنزيما؟ سؤال مفيش صادم، الا سؤال صادم. مفيش الا مروان حمدي. لا مفيش الا البنزيما اللي على الدائري دي هي دي البنزيما الاهلي. هي اقرب حاجه. وطنية. مفيش حاجه خالص، مفيش حد في العالم دلوقتي اقرب حد فيه هو ليفا طبعا، ليفاندوفسكي قريب منه، بس كريم متفوق طبعا بقاله سنه حاجه انا بسم بجرك الله ما شاء لماتش الله. السيتي والريال، ما ملحمة. ملحمه كوره ليفل الوحش، ده ليفل الوحش اللي بيقولوا عليه بجد والله، يعني حاجه غير وحش طبيعيه. الكون على الرأي العوضي، ما انا بقول لك هو كان يقول ليفل لي ياسمين عبد العزيز وحش الكون ما يتشالش. حاجه غير طبيعيه في الكوره، الريتم بقى الكوره، والنهارده الفرقه بتتاخر اول 10 دقائق 2-0، الناس كلها بتقول النتيجه 6 و7 للسيتي، بيرجعوا في ثانيه، كريم بنزيما بيرجع ريال مدريد. خلي بالك بقى ثقة اللعيب في نفسه، الحاجات دي في ضربة الجزاء، وشخصية الفرقة. ضربة الجزاء الجول التالت بتاع كريم بنزيما، ضربة الجزاء الماتش اللي فات مضيع ضربتين اتنين. جزاء في ماتش واحد، دخل النهارده دخل امبارح راح عامل التشاب اللي عملها، شفت التشيب عملها ازاي؟ وعملها في نص الجون وعادي، برود. ولا ومفيش اي حاجة. وريال مدريد بيخرج منه ألابة، السرد باك بيطلع من الناس الأساسية بتنزل واحد وبرده بيرجع ويبقى موجود في الملعب، ولعيبة كبار. هي دي الكورة بقى، هي دي الكورة. النهارده ليفربول برضو عامل ماتش عالي جدا ليفربول قدام بيلعب فياريال، بريتم، احسن موسم السنه دي، احسن موسم لليفربول. بيلعب بريتم غير طبيعي. شوف في موسم خد فيه دوري ابطال اوروبا وخد ما البريمير كانش ليج، احسن حاجة السنه دي احسن طبعا. بصراحه. كويسين جدا، والراجل عامل بقى في الحتة الهجومية عامل منافسة بنت رزينة، عنده دياز دوت جايبه ب 40 مليون، احسن من احسن. انت اول امبارح كنت عامل مقارنه بينه وبين جريليش اللي هو بتاع جاي ب 115 مليون او 117 مليون بتاع السيتي، بتاع السيتي، 117 جاي مليون، من وده استون فيلا اعتقد. ب 45 مليون، يعني ده 45 مليون وده 117، ده فين وده فين، او ايه الفروقات اللي بينهم؟ دياز حاجه غير طبيعيه، والراجل عينه الخبيره. النهارده بيجيب السيرد باك بتاع فرنسا اللي هو بتاع ليفربول اللي بيلعب كانوتي، اسمه كانوتي كانو تقريبا كوناتي. كوناتي، بيلعب الراجل تحس اللي هو بيلعب بقاله 100 سنه ولسه لعيب معاهم صغير هو. ولسه جاي السنه. النهارده اللي فارق مع ليفربول في الريتم بقى تياجو الكانترا، انا كنت بقطع فيه اول ما جه، كان وحش جدا اول ما جه، احسن لعيب في الفرقه دلوقتي عالمي، هو اللي عامل الريتم، عامل يعني شكل، احسن عامل لعيب كل خط حاجه نص في كويس العالم قوي دلوقتي قوي بصراحه. قوي. تلاقيه بيحط تيتا شويه في نص الملعب بص انا جنبه الماتش اللي فابينيو. كسبه ليفربول 3-2 ده في الكاس، كسب السيتي الكانترا ده، لا ما شاء الله عليه، والماتش بتاع 2-2 اللي تعادلوا قبلها ماتش في 2-2. الدوري لا هو غير طبيعي. هو بدأ معاهم انا السنه دي، هو فني شويه، هو جه شهر واحد اللي فات كان وحش فتره، لكن بدأ الموسم كويس جدا. الريال وليفربول فاينل ولا السيتي وليفربول؟ هي صعبه على ما خد بالك التوقعات دي اللي بتخلي بقى ايه، اكسب ثلاثه في حلقه واحده. تكسب فين التوقعات؟ يعني هنقول الزمالك والمصري بكره، انت وهنقول طب قول لي توقع الزمالك والمصري. تعادل. تعادل؟ انا بقول الزمالك هيكسب. طيب وعشان احنا كده افورنا لازم نختم. طب الريال ومانشستر سيتي؟ لا السيتي في النهائي، انا ريال مدريد بس السيتي في النهائي. طيب انا بقول لك الريال في النهائي، اختلفنا اهو. ماشي، وانا قلت الزمالك هيتعادل مع المصري وانت قلت ايه؟ الزمالك هيكسب. ولا قلت المصري؟ قلت الزمالك هيكسب. طيب الاهلي وسيراميكا؟ لا الاهلي يكسب سيراميكا. وانا برضو الاهلي يكسب. طيب فاينل ليفربول، وانت قلت السيتي انا قلت السيتي. صح؟ طيب الزمالك عنده من يوم الاحد بالمره يا جماعه، عشان احنا اجازه الاسبوع الجاي. لا ما هو دي هي الزمالك كلها، عنده ماتش يوم هي الاحد. الحلقه كلها باكج واحده. يعني بجون واحد؟ امال ايه؟ لا يا راجل، امال طب انت ايه؟ جبت ورا ليه؟ لا ما جبتش ورا، اجيب ورا ليه؟ طب ما تقول الحلقه ده هو كلها. المفروض ان 5-0، مش عارف التمانية دي جت امتى برضه. ما انا هجهزها لك الحلقه الجايه. ماشي خد بالك احنا جاهزين الاسبوع الجاي. تمام. خد بالك الزمالك عنده ايسترن كامباني. يوم خلاص الاحد؟ هو بيقول ايسترن هيكسب كابتن احمد. على بقى حبيبك. ماتش من الماتشات الرخمه. هو كابتن علاء نفس ستايل كابتن الزمالك طارق هيكسب؟ العام. الزمالك هيكسب طبعا. وانا بقول الزمالك هيكسب. احنا عندنا اربعه في الحلقه دي. ما فيش هي واحدة بس، هو واحد يا باشا بجول، هي الزمالك. الحلقة بجول. ليه؟
هو ماتش النهارده ماتش، ما هو بايرن كسب برشلونه ماتش بس 8. ينفع العب ما انت بتقول لي مواجهات مباشره وبتقول لي 8 5، خد بالك دي فرصه ليك تكسب. انت عارف لو كسبت الاربعه دول يبقى لا 9 ما هو في 8 ليك. اتنين منهم انت معايا في نفس الراي.